هلا بالعمل الفني صعب الواحد يجي يقول انا بدي اعرف حالي تحت تعريف واضح، بحسها شوي صعبة. بس ممكن بروح باتجاه هوية او شخصية، شخصية العمل على السريع بتأثر. انا مثلا كشخص الاعمال الفنية اللي اشتغلت عليها كانت كتير مرتبطة بأشياء، حالات حوالي أنا عشتها. يعني عندي مشروع عن عمان مثلا، التحول والتغيير اللي صار من لما أنا يعني كنت صغيرة وهلأ، البناء كيف عم بتغير، فهذه أشياء عم بشوفها كل يوم، فهي جزء من حياتي تحولت لعمل فني. جزء تاني مثلا مرتبط بكيف الإنسان بيقدر، أنا حدا منهم برضو، إنه أنا درست محاسبة بس بالفصل الأخير قررت أترك الجامعة وأروح باتجاه التصوير، ومبسوطة إني أخذت قراري بكير أصلاً. فكان في عندي مشروع متكامل بحكي عن هدول الناس اللي بفترة معينة من حياتهم قرروا يتركوا العمل والدراسة اللي دارسينها وروحوا باتجاه الثقافة والفنون اللي هو شغفهم. فأنا شخصياً هويتي بعملي الفني اللي بشتغله، مشاريعي الشخصية كلياتها أشياء مربوطة فيي، بأشياء أنا بفكر فيها، بأشياء بتجذبني، بأشياء بعيشها. فإذا بدي أحطها تحت تعريف بقول يمكن عملي بيشبهني، إشي بعيشه وبحسه. وبتخيل أغلب الناس اللي بتغني واللي بتكتب واللي بتعمل أفلام، وعم نحكي مش تجاري، لأنه العمل التجاري هو عبارة عن ممكن يكون مؤدي، وهذا الشخص مثلا مغني مؤدي كتب له ولحن له وهو بس طلع وأدى، فهي لا مشاعره ولا أفكاره، ولا أكيد ممكن يكون قبل أو ما قبل. بس إحنا الفنانين اللي بيشتغلوا منتج فني إحنا مش مؤديين، إحنا ناس عندنا أحاسيس، الإحساس هذا بتحول لمنتج فني، وهون بيجي الهوية أو التعريف لهذا المنتج. هلأ كيف ممكن الواحد يحس إنه هو، يعني خلينا نحكي هيك، طلع من بين الأشياء التانية اللي حواليه أو من بين الفنانين التانية اللي حواليه؟ هو أظن من شغلتين أساسية. أول شغلة قديه تقنيا هو عارف شو عم بعمل، لأنه الفن مش شخبطتين ويلا لونين ومشي. اللي بيروح بدرس 4 سنين جامعة معناته في إشي يتعلمه. فأنا بآمن بالعلم، بآمن إنه العلم هو سلاح كتير قوي عشان يقوي المنتج الفني، هذا إشي أنا بآمن فيه 100%، مشان هيك بدرس تصوير. والشغلة الثانية هي قديه هذا العمل صادق ومميز، يعني قديه هو بيور، قديه شفاف، قديه قادر يعكس المشاعر اللي عم بيحس فيها الفنان على السريع. هذا الاشي رح تلاقوه ظهر هيك وبين بين كل اشي تاني.